أتمنى ألعب طابة مع رفقاتي وأروح مع المدرسة. أتمنى أرجع بلدنا، ودي بابا يجيب لي قطار من بابا نويل. نيالهم يدوك لي برا، عم ياكلوا خبز، عم يتعشوا مع أخوانهم، عم يروحوا مع المدارس. صير رحنا شبعنا دم بالشرق، شبعنا دم. لبنان 17 سنة، العراق ما بعرف كم سنة، 20-30 سنة. العراق، سوريا صار 6 سنين. لأيمت لأيمت منحل مشاكلنا بالقتل؟ ربنا أمير السلام، أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، وين هيدي؟ لازم نوصل لمرحلة بأنه الكلمة، وخاصة نحن كمسيحيين، في البدء كان الكلمة، والكلمة صار جسداً وحل بيننا. نحن أبناء الكلمة، أبناء التجسد، هذا المفروض نعيشه، نعيش كلمة المصالحة، كلمة السلام، كلمة الحب. السلام مش معاهدة منوقعها، السلام مش حالة اللا حرب، السلام ثقافة. صلواتنا كلنا تتجه باتجاه سوريا. وإنه الدم يوقف.